مشاهدينا الكرام في كل مكان، اسعد الله مساءكم بكل خير وبكل الخير. نبدا وننطلق حلقه جديده ومساء جديد هنا على شاشه الصحه والجمال. مساء الخير زميلي العزيز اسامه. مساء الخير زميلتي ايناس. قبل ما ننطلق طبعا بموضوع حلقه اليوم، دعوني ارحب بضيفي العزيز المستشار عادل الطنايحي. عاطف الطنايحي، مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك، منورني النهارده. اهلا وسهلا. معانا النهارده موضوع ايه هنناقش فيه استاذ عاطف؟ ان شاء الله النهارده احنا هنستكمل مواضيعنا بخصوص قانون الاسره والاحوال الشخصيه، فهنتكلم النهارده عن موضوع مهم جدا ويهم جميع الناس وجميع الاسر، وهو قائمه المنقولات الزوجيه. الحقيقه ان موضوع قائمه المنقولات الزوجيه بيشغل بال الجميع، تختلف عليه الاراء ما بين مؤيد ومعارض، وايضا بيختلف عليه العادات والتقاليد. ناس كتير بتقول ان حق الزوجه قد يضيع بضياع حقها في وضع قائمة المنقولات الزوجية، والبعض الآخر يرى إن أو بعض التقاليد بترى إن إحنا نختار زوج صالح لبنتنا يحافظ عليها ويصونها هو البند الأساسي وهو البند الأهم. اختلفت الآراء طبعا ما بين مؤيد ومعارض، وده بيكون بسبب عدم إدراكنا للأمور بشكل جيد في بعض الأحيان، أو بالبلدي بعضنا أوقات بيشوف نص الكوباية الفاضي عن نص الكوباية المليان. من هذا المنطلق احنا بنستضيف ضيفنا الكريم المستشار القانوني طبعا الاستاذ عاطف الطنايحي. بنرحب بيك سياده المستشار. يا اهلا وسهلا. سياده المستشار، امضي؟ لا مش ماضي. لا لازم تمضي؟ لا مش ماضي. طب امضي بشروطي؟ لا امضي بشروطك. وجدال وجذب وشد وخلافات ونزاعات قد تؤدي بنا الى الاتفاق واتمام الزيجه، او تنتهي الزيجه من قبل أن تبدأ. تمام سيادة المستشار؟ طيب كل ده بصدد ورقة اللي هي ورقة قائمة المنقولات الزوجية. طب لما نتحدث النهاردة عن قائمة المنقولات الزوجية، أحب أوضح للسادة المشاهدين شيء. عايز نفهم يعني إيه قائمة المنقولات الزوجية ومدى شرعيتها، يعني قائمة المنقولات الزوجية معناها ومدى شرعيتها، وهل بيكتب فيها ما اشترته العروس ام ما اشتراه العريس بالاضافه ليه؟ تمام. اتفضل سياده المستشار. بسم الله الرحمن الرحيم، بنرحب بحضرتك وبالساده المشاهدين. زي ما قلت ان هي قائمه منقولات. انا عشان اعرف قائمه المنقولات الزوجيه، من اسمها قائمه منقولات، ده بيكون بيان بالمنقولات الزوجيه اللي اشتراها الزوج واللي اشترتها الزوجه، بيان تفصيلي. انت بتقول ورقه، هي مش ورقه، تمام، ده اصبحت عقد من العقود، يعني القانون بيحاكمها على انها عقد من عقود الامانه. أكيد. اللي نص عليها في الماده 341 من قانون العقوبات، تمام، واللي وردت على سبيل الحصر. أكيد. منها الوديعه وعاريه الاستعمال، لان بعض الفقهاء قالوا ان هي عاريه استعمال، والبعض الاخر قال ان هي وديعه، سواء كانت وديعه أو عارية الاستعمال، فالاثنين عقود من عقود الأمانة اللي جاءت على سبيل الحصر، فهي مش ورقة، ما أصبحتش ورقة. تمام. طالما مضى عليها الزوج، لو احنا نظرنا في قائمة المنقولات هنلاقي إن في عجزها مكتوب إقرار، أقر أنا الزوج فلان الفلاني بأنني تسلمت هذه المنقولات، سواء عارية الاستعمال أو على سبيل الأمانة، أصبح قانون، أصبح عقد، اصبح عقد يحاكم عليه، اذا اتفضل بدد اصبحت جريمه. طب هنا يعني احنا كده بيحضرنا دلوقتي سؤال مهم جدا. حضرتك بتتكلم عن السند القانوني اللي بنتعامل من خلاله. تمام. بالنسبه لقائمه المنقولات. تمام. واعتقد حضرتك ذكرت ماده في القانون وهي ماده 341. تمام. ممكن حضرتك توضح للساده المشاهدين يعني ما هي ماده 341؟ تمام. ويا ريت حضرتك برضه توضح لنا ايه الفرق ما بين الوديعه والامانه وعاريه الاستعمال، لان في ناس مش فاهمه يعني ايه عاريه الاستعمال. ده كمان عايز اسال حضرتك على حاجه سياده المستشار، هل ده حق الزوجه ام حق الام الحاضنه للاطفال؟ تمام. اولا وفي كل الاحوال هو حق للزوجه، سواء كانت عندها اطفال او ما عندهاش اطفال. تمام. ده حق للزوجه، لان بمجرد ما وقع الزوج على قائمه المنقولات اصبح اقرار منه بانه تسلم هذه المنقولات، سواء هذه المنقولات كان هو اللي اشتراها، سواء كانت هي اللي اشترتها، سواء كان هما الاثنين اشتركوا في هذه المنقولات، طالما الاثنين اتفقوا وطالما هو وقع واقر وقال ان انا تسلمت هذه المنقولات اصبحت بمثابه عقد. اكيد. وتم تكييف هذا العقد
من خلال القائمة ومن الأسلوب اللي انكتب به نعم. بناء عقد من العقود اللي نص عليها القانون على سبيل الحصر في المادة 341. نعم. ايه هي بقى الوديعة وايه هي بقى عارية الاستعمال؟ بالظبط كده. الوديعة ان هو استلم الحاجات دي. استلمها عنده كوديعة عنده ترد عند الطلب. معنى كلمة وديعة ان دي حاجة هو اخدها عنده. منين ما الزوجة تطلبها هتلاقيها. او عارية استعمال ان هو بيستعملها مع بالاشتراك مع زوجته. وفي حالة ما بيطلف منها حاجة بيجيب البديل بتاعها دي عارية الاستعمال ان هو خدها ان هو بيستعملها الاستعمال المتعرف عليه. تمام. فسواء كان عارية استعمال او وديعة ان الزوجة منين ما بتطلب هذه الامانة اللي عنده يجب ان هي تكون موجودة. في حالة ان هي مش موجودة هنا بيخش تحت طائلة قانون العقوبات. العقوبة تختلف من هذا وذاك؟ لا هي طالما وقع على قائمة المنقولات هي عقوبة واحدة مادة 341 اللي هي بتبدأ من 24 ساعة لحد 3 سنوات. بتختلف بقى من قاضي للتاني من دايرة للتانية ومن اتجاه قاضي لاتجاه قاضي آخر. في قاضي بيحكم ب 24 ساعة قاضي تاني بيحكم بشهر قاضي ب3 سنين يعني حسب ما يتراءى لهيئة المحكمة. كل يعني ممكن دايرتين في محكمة واحدة الدايرة دي بتدي شهر ودي بتدي سنة. يبقى إذن الأساسي عندي بيبقى فيه حكم حبس. هي القانون وقد عطل القاضي المسألة بالنسبة له حد أدنى وحد أقصى. كل قاضي 24 ساعة. في قائمة ثابتة بتكون قدام القاضي يعني قائمة ثابتة بالمنقولات صيغة ثابتة. بص حضرتك هو دلوقتي بالنسبة لقائمة المنقولات الزوجية ودي يعني يا حضرتك يعني أثرتي نقطة هامة جدا جدا إن إزاي الزوجة تحرك الدعوة بتاعتها. ازاي الزوجه تحرك الدعوه بتاعتها يعني يا سياده المستشار اثبات كيفيه اثبات وقوع جريمه التبديد هنا بالظبط. طب اتفضل حضرتك. دي مهمه جدا جدا. اتفضل حضرتك. لان في بعض القضايا بتاخد براءه اكيد تبقى الزوجه صاحبه حق ومعاها قايمه وتفوجئ بان هي اخذت براءه. دي نقاط لازم نوضحها للساده المشاهدين طبعا. تمام. في الصوره الثالثه وبسيطه. اتفضل سياده المستشار. لان قانون الاجراءات الجنائيه حدد وقال في الماده 3 من قانون الاجراءات الجنائيه لا يجوز ان ترفع الدعوى الجنائيه الا بناء على شكوى شفهيه او كتابيه من المجني عليه او وكيله خاص الى النيابه العامه في بعض القضايا. في بعض القضايا ومنها كلمه خاص سياده المستشار بعد اذنك. لو توكيل خاص. توكيل خاص. توكيل خاص خاص بالقضيه فقط. بالقضيه فقط يعني بالزبط. يذكر فيه انا فلان الفلانيه بوكل الاستاذ فلان الفلاني. أيوة. في تحريك الدعوى الجنائيه في دعوى تبديد منقولات زوجيه. توكيل عن قضايا. لا ده توكيل خاص. دي وكاله خاصه بالزبط. لان المفروض زي ما الماده 3 من قانون الاجراءات الجنائيه قالت ان الزوجه ان هذه تغل يد النيابه في تحريك الدعوه الجنائيه. طب في الحاله دي اذا رفعت بتوكيل عام يكون الوضع تاخد إيه؟ عدم قبول الدعوه الجنائيه. عدم قبول وممكن الدعوه الجنائيه او يدي براءه. ممكن ترجع تاني ترفعها. ترجع تاني بس كده ضيعت وقت. ضيعت وقت لذلك يجب ان هي بنفسها هي اللي تقدم الشكوى بتاعتها او بتوكيل خاص. طيب سياده المستشار لان الماده برضو 312 ايوه 312 بالظبط من قانون العقوبات حددت ان الجرائم اللي ما بين الزوجين يجب ان هي تحرك بناء على شكوى. يبقى رجعني المادة 3 بالزبط. من كل الاجراءات يبقى المادة 3 والمادة 312 والمادة 341 اللي هي الاساس عند السند القانوني بتاعي. الثلاث مواد دول هم السند القانوني بالزبط. في دعوة تبديد منقولات الزوجين. طيب يا سيادة المستشار هل انا اقدر ممكن ان انا اثبت جريمة ما كده احنا خلاص بقى في شق جنائي وبقى عندي في جريمة. تمام. وهي جريمة يعني بتدخل تحت بند الاختلاس. تمام. وهو انتقال الـ 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 بدل ما كان هو امين اصبح هو حائز او مالك. واخبر حضرتك. تمام. تمام. وطبعا سلب حق من حقوق الغير. تمام بالظبط. وبقى في صعوبه في ان هو يرد هذا الحق. تمام. اللي هي الزوجه بقى في عندها. تمام. مشكله ان هي تحصل على حقها او في مماطله في حصول هذا الحق. تمام. هل انا بقى في حاله وجود مانع ادبي لو في مانع ادبي يحول ان انا اكتب القايمه. تمام. هل اقدر اثبت طبعا جريمه التبديد يا استاذ المستشار؟ نعم. طب اتفضل حضرتك توضح لنا دي. السؤال ده هنحط معاه سؤالين كمان. اتفضل حضرتك. اتفضل. يعني انت حضرتك دلوقتي اتكلمت على وجود مانع ادبي ان يكتب قايمه من اصل يعني ما فيش قايمه. تمام حضرتك. تمام. حط معاها كمان تاني ان كان في قايمه بس ضاعت. ماشي بالزبط. حط معاها حاجه تانيه اللي هي كانت الفترة اللي فاتت من حوالي 5 سنوات كده كان جات الحاجة اللي هي الإليمة اللي هي السحرية الإليمة الصيني. ايوه بالظبط. اللي كان الزوج يمضي الحبر بيختفي. بيمضي بألم جاف ومتطاير يعني بمجرد ما بيمضي الحبر يختفي من بعد الورق. بعد سنة من انواع التلاعب سيادة المستشار. يكتشف يعني. الزوجة تيجي تشتكي تلاقي القايمة فاضية. والغرض منه طبعا الإضراب بالزوجة او هل معنى يعني. ذلك سواء القايمة ضاعت او الحبر متطاير
او مانع ادبي ابن عمها ولا ابن خالها. أيوة. ان الحق ضاع. أيوة. الحق ما ضاعش. طب لو الزوج توفى او حصل ما هنجاوب بس. طب نقدر نثبته ازاي؟ هنجاوب بس على السؤال ده ازاي الاول. انا بقول ان حقك ما ضاعش، بقول لكل زوجه حقك ما ضاعش، سواء قيمتك ضاعت، سواء ان مضى بقلم سحري او قلم متطاير والحبر بعد كده مش موجود الامضه بتاعتك، او سواء ان في منع ادبي عشان دي بنت عمي او بنت خالي والاحراج وما مضناش قايمه. لا ما ضاعش حقك. ايه طب اعمل ايه عشان اجيب حقي واجيب المنقولات الزوجيه؟ القانون برضه اعطالك الطرق. اول حاجه بتروحي تعملي محضر اثبات حاله. اكيد. بتجيبي بقى ايه الفواتير والحاجات اللي انت اشتريتي بيها، بتعملي حاجه اسمها بيان بقائمه المنقولات الزوجيه. يعني انا بكتب، الزوجه بتكتب ايه اللي في الشقه عندي، حجره نوم بيانها كذا وكذا وكذا. ده الزوجه اللي بتكتب. حضرتك سرد وصفي وعددي كانها قائمه منقولات عاديه. تمام يا فندم. تمام. تكتب كل بيان المنقولات دي. اكيد. اسمه بيان منقولات زوجيه. تكتب. تمام. البيان ده وبتوقع عليه الزوجه، مش الزوج. الزوجه ببيان هذه المنقولات، وبتروح اسم الشرطه تعمل محضر اثبات حاله بان هذه المنقولات طرف زوجي، وان انا قيمته ضاعت او حصل كذا او حصل كذا ومش موجوده. بثبت الحاجات دي وبس، وبرفق تستدل بالشهود طبعا، برفق معاها الفواتير او الحاجات اللي انا بشتري بيها. تمام. وبياخد رقم اداري، بياخد رقم اداري. وبنعززه بنقدم طلب الى النيابه بعمل معاينه على الطبيعه لشقه الزوجيه لاثبات هذه الايه المنقولات. نفترض النيابه ما بعتتش حد وما طلعش حد. بعمل انذار رسمي على يد محضر الى الزوج بموجب هذا البيان وهذا المحضر الاداري، وبقول له ان انت في ذمتك هذه المنقولات كذا وكذا وكذا وكذا. بعد كده بتقدم بطلب الى محكمه الاسره، الى لجنه تسويه المنازعات، وبروح هناك والزوجه معايا، والزوجه بتقدم الطلب بتاعها، وبعد كده برفع دعوى استرداد منقولات زوجيه. استرداد منقولات زوجيه، وبثبتها بكافه طرق الاثبات، منها بقى الفواتير اللي اشتريت بيها. تمام. منها شهاده الشهود. شهاده الشهود. نعم. المحكمه بتحلل التحقيق وبتسمع وبتقضي للزوجه بقائمه كانها معاها قايمه بالظبط. تمام حضرتك. ارجع لسؤالي سالته حضرتك، لو الزوج توفى. تمام. او الزوجه. تمام. الحل هنا ايه؟ ما هو لو الزوج توفى ما الحاجه معاها. الحاجه معاها. طب لو هي توفت؟ ما لو توفت الحاجه دي ملك للزوجه. اصبحت الحاجه دي بتعامل معامله الميراث. الميراث الشرعي. الزوج اذا كان معاه اولاد فالزوج ليه النص واولاده ليه الباقي. اكيد طبعا. اذا ما كانش معاه اذا كان معاه اولاد ليه الربع والاولاد معاهم الباقي، ما عندوش اولاد ليه النص، واهلها بقى اذا كان ابوها وامها لهم الايه، يعني زي ما تعامل معامله الميراث. طيب يحضرني سياده المستشار سؤال، ومتهيألي السؤال ده مهم جدا واغلب الاسر بتتعرض يعني لهذا السؤال. لو اختلفت المنقولات الفعليه عن المنقولات المثبوتة في القائمة والمزيلة أو الممهورة بإمضاء الزوج. تمام. ده سؤال حلو. سؤال مهم جدا. ربنا يحفظك. طبعا. سؤال مهم جدا. ليه؟ لأن أنا بنصح كل زوجة مقبلة على الزواج وإن هي بتكتب قائمة المنقولات بتاعتها إن هي ما تتسرعش وهي بتكتب القائمة قبل ميعاد الفرح بأسبوع أو بأسبوعين. بتكتب بينها وما بين نفسها كده ومعاها اخوها او عمها او خالها بيان بالحاجات اللي عندها، بيان تفصيلي. تمام. يعني ما اكتبش تلفزيون واسكت. ما هو تلفزيون فيه مليون تلفزيون، في توشيبا، في تل مصر، في مش عارف كذا، في كذا، في كذا. ثلاجه وصفها مثلا كذا مع 20 ادم ماركت كذا لون كذا. اكتب الحاجه عشان ما نجيش للنقطه اللي انت بتقول عليها دلوقتي. فضل. الموجود عندها غير اللي موجود في القايمه. بالظبط. يبقى بالزبط. انا يجب على الزوجة عند كتابة القائمة أن تكتب القائمة بوصف تفصيلي، وصف دقيق شارح بالظبط للسلعة. يعني لو تلفزيون أقول مثلا 20 بوصة لون أبيض ماركة كذا وهكذا في كل الحاجات. التدقيق مطلوب. مثلا الأساس. تمام. حجرة نوم مكونة من 6 قطع لون كذا. ليه بقى؟ لان انا بنقفل الطريق لما يجي يحصل خلاف ويجي يسلمني وكاتب تلفزيون. هيجي راح جايب لي تلفزيون 12 بوصه ويقول لي هو ده التلفزيون بتاعك. ما اقدرش ان انا اقول له لا، لان انا مكتوب عندي تلفزيون وجاب لك تلفزيون. لكن لو جاب لي تلفزيون انا كاتبه مثلا توشيبا، جاب لي نوع تاني
ال جي او كذا او كذا. لابد من توصيف المنقولات بالصيغه المضبوطه. تمام. سياده المستشار خليني اسال حضرتك، هل يعتبر مصاغ الزوجه احد اركان قائمه المنقولات؟ دي يعني مشكله عمليه بتقابلنا في مثل هذه الجرائم اللي بتحصل، اللي هي جريمه تبديد منقولات زوجيه. بيجي الزوج يقول ان الزوجه خرجت، ان المسوغات دي لصيقه بالزوجه بالظبط، وان هي خرجت بيها، ويعمل محضر اثبات حاله ويجيب اثنين شهود بان هي خرجت بالمساغ بتاعها، وتيجي الزوجه هي كمان تروح تعمل محضر اثبات حاله ان هو طردني من منزل الزوجيه بعد ما بدد المنقولات وقلعني واخد مني مصاغي الذهبي. تمام ماشي. يبقى الطرفين، يبقى القاضي قدام منه محضرين اداريين اثبات حاله، واحد بيقول ان هي طلعت بمنقولاتها بالمصاغ الذهبي بتاعها وان ده لصيق للزوجه، والتاني بتقول لا ده اخده مني وطلعني من غيره. هنا في مثل هذه القضايا القاضي بيحيل الدعوه للتحقيق، بيحلها للتحقيق، ودي بتجيب شهود ودي بتجيب شهود، والاثنين بيقسموا اليمين وبيتحمل بقى اليمين. ده بيحلف ان هي طلعت من المصاغ بتاعها، او هي بتحلف ان هي طلعت من غيره. ولما ده بيحلف وده بيحلف، القاضي بقى قناعته الشخصيه يقول انا مقتنع، او ان المحكمه تشككت في شهود مثلا الزوج نعم. واخدت بشهود الزوجه بيقضي له، او العكس. تمام. دي بتبقى حاجه ترجع للقاضي، اقتناع هيئه المحكمه بالظبط، يعني مفيش حتى غبار على القاضي انه يختار اي من الشهود. طيب سياده المستشار، كتبنا القايمه تمام، وبنستعد للزفاف، ولم يحدث نصيب، او بمعنى اخر نقوله من العروس لم يدخل بها تمام، هل العروس الغير مدخول بها تمام لها حق في قائمه المنقولات، ام يسقط حقها في قائمه المنقولات؟ ما هنبص هنا نشوف هل كان تم العقد ولا ما تمش العقد. يعني هو عقد عليها، عقد عليه يعني كتب كتابه، ناخد الجزء ده والجزء الاخر. لو ما كتبش كتابه خلاص ملاش حاجه تمام، لكن لو عقد ايوه وجا طلق، هو اللي طلق تمام، بس ممكن يكون في قايمه طلق وفي قايمه وطلق بدون رضاها وغير مدخول بيها، لها النص. لها النص، لها النص، لما غير زوجه غير مدخول بيها لها النص، دخل بيها بتعامل معامله المهر، بتاخد حقها كله تمام. اتفضل. هل المصاغ بيتكتب؟ يعني بيبقى مكتوب في اذا حبت طبعا بتكتب المصاغ بتاعها، بتقول مثلا ثلاث غوايش، عدد جرامات مثلا 50 جرام، عيار 21. ما يتكتبش فلوس؟ يعني ما يتكتبش الصيغه بتاعته؟ والله البعض عشان القيمه ما تتغيرش، البعض بيكتب ذهب مبلغ اجمالي 30,000 جنيه، يبقى الزوج في حاله وجود نزاع هيديك ال 30,000 جنيه. القانونيه هنا تكون جرامات، العبره بالمكتوب. العبره بالمكتوب، الاساس عندنا احنا مش قلنا عقد، احنا مش قلنا القائمه دي عقد بالظبط، طالما عقد يبقى العقد شرعي متعاقدين بالظبط. ما بقاش انا كاتب ان الذهب ب 30,000 جنيه واجي اقول لا ده القيمه الفعليه الان تساوي 100,000 جنيه. تمام. لا انا القاضي بيحاسبك على اللي هم ال 30,000 اللي هم موجودين في العقد. طيب سياده المستشار، في سؤال عايز يعني ايه بدر الى ذهني وعايز اسال حضرتك فيه. حدث نزاع بين الزوج والزوجه، وبناء عليه الزوج قدم منقولات غير مطابقه لما هو مسجل او مكتوب في القائمه. تمام. في الحل هنا، الحاله في الوضع ده او الحاله ديت، احنا الفيصل عندنا ايه؟ دي مش يعني مشكله عمليه بتقابلنا كتير. اكيد اكيد. علشان كده يمكن انا في بدايه كلامي قلت يجب على الزوجه عند كتابه قائمه المنقولات ان تكتبها بيان تفصيلي لكل سلعه من السلع الموجوده عندها، سواء حجره نوم، حجره صالون، حجره انتريه، كل حاجه تكتبها بوصف تفصيلي، لون كذا، عدد كذا، الخامه كذا. في الحاله دي بقى محكمه الجنح بتنتدب موظف من محكمه الاسره اللي هو خبير، يعني خبير من وزاره العدل، سواء تمام. كان من وزاره العدل او من محكمه الاسره او من دار الافتاء، يعني حسب ما ترى القاضي، ممكن بتجيب اثنين شيوخ، ممكن بتجيب واحد من محكمه الاسره، ممكن تجيب خبير زي ما المحكمه بتحدد، وبيطلع بيحضر عمليه تسليم وتسلم المنقولات الزوجيه، والخبير هو اللي بيقدر ايه يحدد، بيمسك القايمه كده بقى. لو انت كاتب اللي زي ما قلت لك الحاجات دي بوصف تفصيلي بتريح الخبير. تمام. بتريح الخبير، الخبير يقول حجره نوم هنا مكتوب لونها بني، طب اللي معروض اصفر يبقى مش هي.
ايوه بالظبط، مكتوب تلفزيون ال جي اللي معروض تشيبة يبقى مش هو وهكذا. طب حضرتك سياده المستشار يعني نقلتنا لكده جزئيه تانية اللي هي ايه بقى؟ خلاص الخبير وتمام ووصلنا للوضع ده، لا في نقص في العدد عندي او في الاشياء. تمام. هل احنا طبعا عندنا السند يا سياده المستشار ان الدفع للزوج دفع كامل وليس جزئي. تمام. طب هنا برضه يعني اللي هيئه المحكمه هتحلها ازاي؟ لو ناقص يعني لو انبوبه بوتاجاز ناقصه. بالظبط. تمام. القاضي بيحبس. 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 انا عندي كانت قضيه عطاها كل منقولاتها الزوجيه عدا انبوبه بوتاجاز. اجل له اسبوع انه يسلمها، ما سلمهاش حبسه كانها جريمه متكامله. لان ده عقد من العقود. عقد من العقود. طبعا احنا عارفين ان دلوقتي في عقد اتفاق بيتكتب بين الزوجين، فلنفترض ان الزوجه تنازلت عن القايمه بتاعتها، هل ده يجوز؟ والله انت يعني سالت سؤال في يعني في غايه الاهميه، ودي هتفيد الساده المشاهدين افاده يعني جميله جدا، لان البعض بيغفل عنها. ايه هي؟ اتفضل. في حاله الصلح ما بين الطرفين في قائمه منقولات الزوجيه، ودي بيخطأ فيها العديد. ايه هي؟ زوج وزوجه وتصالحوا. الماده 312 قالت ان الصلح جائز في اي مرحله كانت عليها الدعوه، لكن انا بحذر الزوجه واقول لها خدي بالك، خدي بالك، اذا كنت هتتصالحي قدام القاضي بيتكتب في محضر الجلسه بان الزوجه تم الصلح بينها وما بين زوجها وعادت الى منزل الزوجيه على ذات المنقولات. على ذات المنقولات. شوف الكلمه دي بقى تفرق كتير. وبينقاد الجانب الجنائي هنا في على ذات الايه؟ المنقولات. ليه؟ عشان نفترض ان هي بعد كده حصلت مشكله عايزه تشتكي. بالظبط. كده بتقدم طلب وبتسحب القائمه وبتشتكي بقى تاني كانها قائمه جديده. يبقى القائمه القديمه احنا حيناها تاني بكلمه ايه؟ على ذات المنقولات. طب لو ما انكتبتش الكلمه دي لازم يعمل قائمه جديده. تمام. يكتب قائمه جديده بتاريخ لاحق على تاريخ الصلح. احنا بنجد بعض العنت من ابهات الزوجات يقول لك طالما في مشكله وطالما رحنا المحكمه اكتب لهم قايمه جديده. اكتب قايمه جديده. انا بنقول طالما ان الزوج كتب في محضر الجلسه وقدام القاضي بان الزوجه عادت الى منزل الزوجيه على ذات المنقولات المبينه بذات القائمه اللي مقدمه سند الدعوه، كده حيت لها القايمه مره ثانيه. بتقدم طلب للنيابه بعد الدعوه وبيديها القايمه بتاعتها وبيكتب عليها نذر في في الجنحه رقم كذا، وان الزوجه عادت الى منزل الزوجيه على ذات المنقولات. تمام سياده المستشار. معلش انا هنسال بس سؤال كده بس اتمنى الزوجات يعني ايه ما تزعلش مني. سياده المستشار، هل اصبحت القائمه سلاح استقواء للزوجه على زوجها؟ بمعنى ان الزوجه النهارده ممكن تقدر تذهب لمركز الشرطة. بيقولوا لي في الكنترول. طيب احنا الزوجة بتذهب لمركز الشرطة وتعمل محضر بان زوجها قام بالتبديد عليها في المنقولات، فهل اصبحت قائمة سلاح استقواء للزوجة؟ انا هقول كلمة واحدة للزوجية. اتفضل. قوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. شكرا سيادة المستشار، بشكرك على هذه الوجبة القانونية الدسمة، على امل اللقاء وحلقات اخرى وجديدة مع حضرتك ان شاء الله. مشاهدينا الكرام بشكركم على حسن متابعتكم، ان شاء الله على امل اللقاء بحضراتكم وحلقات اخرى وجديدة. دمتم في امان الله وامنه، الى اللقاء.